دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أطراف النزاع في اليمن لاحترام الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي وانهارت الجمعة. وقال البيت الأبيض في بيان له أن أوباما شدد خلال مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الحاجة الملحة لاحترام كل الأطراف، وقف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع. أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات التي تجري في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين جددوا التزامهم بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الثلاثاء الماضي. وبعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن الحوثيين جددوا التزامهم بوقف إطلاق النار بالتزامن مع المشاورات السياسية، أعلن الحوثيون عبر وسائل إعلامهم إطلاق صاروخ باليستي جديد فجر اليوم باتجاه محافظة مأرب. وقد أكدت مصادر عسكرية بمأرب أن المنظومة الدفاعية للجيش الوطني اعترضت الصاروخ بنجاح وفجرته في سماء مأرب وسقط على حي الزراعة في مجمع المحافظة دون أن يحدث أي خسائر. وجه محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة الفرق الهندسية بسرعة مباشرة عملها والاستعداد لإصلاح أبراج الكهرباء بمنطقة الجدعان التي حررها الجيش الوطني والمقاومة المسلحية الحوثي خلال اليومين الماضيين. وعمدت ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية إلى منع إصلاح خطوط الكهرباء في منطقة الجدعان التي كانت تسيطر عليها. وصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة وإصابة 16 آخرين. وأوضحت مصادر المقاومة الشعبية في تعز أن المسلحين الحوثيين استمروا في خرق الهدنة المعلن عنها من خلال قصف الأحياء السكنية ومواقع للجيش والمقاومة بالدبابات وقذائف الهاون مع استمرار حصار المدينة ومنع الإمدادات الغذائية والطبية عنها. قالت مصادر إعلامية أن قائد المقاومة الشعبية في تعز شيخ حمود المخلافي عاد إلى مدينة تعز بعد زيارة قصيرة إلى عدن التقى خلالها الرئيس عبد الرب منصور هادي في القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق بمديرية كريتر في لقاء أحيط بسرية تامة.